عيون جل مغمرات يا حي مركب الذلايل.
مستمر مشاهدينا ومتابعينا الكرام بانطلاق هناك ايضا شوطنا الاول للحول، هناك ايضا بانطلاقه هذه اسماء ايضا مميزه وجميله لا ثقلها في عالم سباقات الهجن. هنا ايضا تتواجد في شوط واحد، هنا ايضا اعزائي المشاهدين وانطلق هذا الشوط منذ لحظات. هنا ايضا من حاف سعيد بن محمد بن مبارك بن حمد الش على خيلي من ينتقل هناك ايضا وياتي مع انطلاقه من حاف على الصداره، بينما المركز الثاني جواهر للسيد احمد بن غالب بن علي بن نداه المنصوري من ياتي على مستوى المركز الثاني في هذه اللحظات وفي هذا المسار الجميل اللي محتل المركز الثاني في هذا المسار. هكذا نتيجتنا ما بين الاسمين هنا ايضا والانطلاقات الجميله والتحديات المميزه والمثيره هنا في هذا الشوط. يا سلام، هكذا ايضا النتيجه، ومن حاف هي صاحبه المقدمه في هذه اللحظات وفي هذا المسار وفي هذا ايضا المسار الجميل والتحدي المثير والمميز هنا في هذا الشوط. من حاف سعيد بن محمد بن مبارك بن حمدش على خيلي صاحبة الإنجازات وصاحبة العروضات المميزة والجميلة هنا والانطلاق المميز. المركز الثاني جواهر أحمد بن غالب بن علي بن نداه المنصوري يتقدم شعار منصور اللي محتل المركز الثاني في هذه اللحظات. هكذا النتيجة وهكذا أيضا المسار
وهكذا أيضا الانطلاق والمسار المميز والجميل لدى هذه أيضا الشعارات. تهانينا والناموس يا بن حمدش وتابع يا عباس. هنا أيضا هذا المسار والانطلاق والتحدي المثير عصاها بالبطان. سلام إلى الخزنة، سلام لحظات وصولها وعبورها إلى خط نهاية معلنة بهذا الفوز والتحدي المثير. مركز الثاني هناك جواهر أحمد بن غانم بن داه المنصوري.